السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنكمل فيه موضوع التسويق بالعمولة، وبالأخص التسويق لموقع نون من خلال الكوبونات المسوقين اللي بناخدها من موقع أفلييتس أرا. والنهاردة هنتكلم عن التسويق المدفوع من خلال إنشاء صفحة فيسبوك، وهننزل عليها المنتج اللي احنا اخترنا ان احنا نسوق له، وهنعمل عليها إعلانات ممولة. بالتأكيد لازم يكون معاك فيزا مقبولة الدفع على الفيسبوك، وانا اتكلمت قبل كده وقلت منهم ان فيزا بنك مصر اللي هي الخصم الفوري بتاع الحساب البنكي، وكمان الكريدت كارد بتاع بنك مصر. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هننشئ صفحة على الفيسبوك ونعمل عليها اعلانات ممولة. كمان النهاردة هشارك معاكم ارباح الشهر اللي فات من تسويق لأحد المنتجات على موقع نون. ربما تكون دافع وحافز لأي حد لسه بيفكر يبدأ في مجال التسويق بالعمولة. يلا نتابع الشرح من خلال الكمبيوتر. زي ما انتم شايفين أنا داخل الحساب بتاعي في موقع أفلييتس أرب. هنروح المحفظة عشان نشوف الأرباح اللي أنا حققتها الشهر اللي فات. زي ما انتم شايفين هنا الرصيد 3180، ده كان إجمالي الأرباح بتاعتي أو الأوردرات اللي اتسلمت خلال شهر 7. معروف إن الأرباح بتاعت الأفلييتس كل شهر بتقبض في الشهر اللي بعده. فلو لسه حد فيكم بيشوف الفيديو وما بدأش، يا ريت تبدأ وتحاول تساعد نفسك. دخل اضافي كويس جدا، ممكن نقول ان انا صرفت اعلانات من المبلغ دوت حوالي 500 جنيه، يعني الصافي الربح بتاعي بتاع 2600 جنيه. دخل اضافي كويس جدا يساعدك وبشوية مجهود قليل مش كبير. نرجع بقى لي ازاي هنبدأ نعمل التسويق المدفوع من خلال صفحات الفيسبوك. هروح لي طبعا موقع الفيسبوك عشان انشئ صفحة. هروح هنا عند الصفحات وهعمل انشاء صفحة جديدة. طبعا هتكتب اسم صفحة يكون لها علاقة بالعروض والخصومات والتوفير، عروض لموقع نون، اي حاجة تكون مميزة او لها علاقة بالمجال اللي انت هتشتغل فيه. طبعا انت بتشتغل تسويق، فبتحاول تجذب العملاء بعروض توفير، بخصومات، بكوبونات خصم، اي حاجة من الحاجات دي. انت بقى عليك تفكر وتبدأ وتختار اسم صفحة مميز عشان يعتبر براند ليك بتبنيه من خلال ان انت تتعامل مع العملاء معاملة كويسة، بحيث لما يشتري منك مرة ويلاقي المعاملة كويسة يرجع يشتري منك مرة تانية، يبقى فاكر اسم الصفحة بتاعتك. هنا ده بنعمل تجربة او شرح عشان تقدر تعمل زيه، وليك طبعا انت حرية التفكير. هقول مثلا ان انا هصمم الصفحة بتاعتي خصومات وعروض. هنختار هنا الفئة، يعني تسوق وبيع بالتجزئة. في الوصف هنا هنقول كام كلمة كده تشجيع للناس عشان تفهم الرسالة بتاعتنا في الصفحة. هقول مثلا صفحة تهتم بالعروض والخصومات وتوفير تجربة شراء ناجحة وسهلة على الانترنت. هعمل انشاء صفحة. طبعا هنا بقى هنضيف صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف، ومهم جدا ان انت تضيفهم، وطبعا لازم يكونوا مرتبطين باسم الصفحة. انا هنا هضيف اي صورة مؤقتا كده عشان خاطر ننتقل للخطوات اللي بعد كده. هنا كتب لي يمكنك استخدام شعار او صورة تساعد الاشخاص على تحديد هوية هذه الصفحة في نتائج البحث. يعني لو المشتري حب يشتري منك مرة تانية هيكتب اسم صفحتك ومن خلال الصورة هيقدر يتعرف عليها. لكن انا هنا ضفت اي صورة مؤقتا كده. بالمناسبة دي صورة التهنئة اللي ابعتها لي جوجل ادسنس لما موقعي اتقبل. هضيف نفس الصورة برضو مرة تانية وهضغط حفظ. خلاص كده الصفحة بتاعتنا انشئت بنجاح. هنا مهم جدا ان احنا نضيف زر اللي هو اللي هيتواصل من خلاله المشترين. بامكانك طبعا تحدد زرار اللي هو ارسال رسالة عن طريق الماسنجر او ارسال رسالة على الواتساب، بس احنا هنستخدم ارسال رسالة على الماسنجر. من هنا بقى تقدر تعدل معلومات الصفحة بتاعتك، لكن حاليا احنا هنروح ان احنا نعمل منشور عشان نبدأ نروج له. هختار من هنا انشاء منشور. هبدأ احط، طبعا احنا هنروج برضو لنفس المنتج اللي شرحناه في الفيديو اللي فات اللي هو الباور بانك. فانا هستخدم نفس الصور والوصف، وهحط هنا الوصف اللي انا كتبته، وبعد كده هضغط على نشر. بعد ما انشأنا المنشور هلاقي هنا تحت منه موجود كلمة ترويج المنشور. في طرق كتيرة ان انت تروج للمنشور بتاعك، ودي واحدة منها ان انت تضغط ترويج المنشور. من هنا بتبدأ تحدد الجمهور اللي انت عايزه يشوف المنتج الخاص بيك. لو هو منتج خاص بالسيدات يبقى طبعا هتختار النساء فقط، لو هو منتج خاص بالرجال يبقى الرجال فقط. لو المنتج
يمشي للاتنين، فهتسيبها زي ما هي الكل. من هنا هتحدد العمر المستهدف للمنتج بتاعك، وغالبا نخليه لحد مثلا 45 سنة، لان بعد كده يعني معرفتهم بالانترنت مش كبيرة، فيفضل يكون استهدافك لحد ما دقيق. هنا هتختار الموقع، المكان اللي انت عايز تروج له. بالتأكيد احنا هنروج في مصر بس، لان التسويق بالعمولة لموقع نون من خلال كوبونات افلييتس عرب مش متاح غير في مصر بس. هنا بقى في الاستهداف التفصيلي هتستهدف الناس اللي مهتمة بالمجال اللي هو خاص بالمنتج بتاعك. يعني لو مثلا قلنا ان احنا بنستهدف الناس اللي هي معاها الهواتف المحمولة بقى والباور بانك والحاجات دي، كل دوت خاص بالاستهداف بتاعنا. ممكن ناخد من ضمنها التسوق والموضة، ممكن نبحث عن هواتف محمولة، وبرضو نفس الفكرة هواتف ذكية. هي انا خبرتي في الاعلانات ما هياش كبيرة، لكن الحمد لله ربنا وفقني، والمنتج اللي انا اخترته منتج عليه اقبال، محتاجش مني تعب في ان انا استهدفه. فكل الفكرة ان انت تختار منتج يكون عليه طلب كبير جدا في السوق عشان تلاقي عملية التسويق بتاعته سهلة معاك. هضغط مثلا حفظ الجمهور، هعتبر ان هو ده الجمهور اللي انا مستهدفه. هنا طبعا ده الحد الادنى للتسويق اللي هو 80 جنيه ولمدة 5 ايام. في الحقيقة لما اشتغلت بالميزانية ديت لاول مرة جاب معايا نتائج ممتازة جدا، زي ما قلت، لان المنتج كان عليه اقبال في السوق. وبضغط اخر حاجة ترويج المنشور، دي واحدة من الطرق الترويج. في طرق تانية ان انت بتروح ل مدير الاعلانات في صفحتك على الفيسبوك او في حسابك، وبتبدأ تروج من خلاله. في بعض الناس بتروح لناس متخصصين في الاعلانات، بس انا عن نفسي ما حبيتش الطريقة ديت. انا قلت اتعلم بنفسي واحاول، مرة هنجح ومرة هتخيب، بس مع الوقت هوصل ان انا اكون عندي الخبرة الكافية ان انا اعمل اعلانات لنفسي. طبعا انت هنا قبل ما بتعمل ترويج للمنشور لازم تكون ضفت الكارت الخاص بيك في المنطقة ديت. هو هيطلب منك اضافة بيانات الكارت بتاعك، هتضيفها مفيش فيها اي صعوبة، وبعد كده بتضغط ترويج المنشور. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل مع بعض ازاي نربط الصفحة ببوت يرد على التعليقات بتاعة الناس، لان انا اول ما عملت الاعلان فوجئت بكمية كومنتات وطلبات شراء، ما شاء الله ما كنتش قادر ارد على الكومنتات وتعليقات الناس واستفساراتهم لوحدي. فمهم جدا ان انت تربط الصفحة بتاعتك ببوت. البوت دوت وظيفته ان هو يرد على التعليقات عندك، وتجهز فيه ردود سريعة جدا عشان خاطر تقدر تساعد اكبر قدر من العملاء وتنفذ أكبر كمية من الأوردرات في وقت قليل. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو، شاركه مع أصحابك عشان يوصل لأكبر قدر من الناس مهتمين بالمجال أو عايز يطور من نفسه. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.